بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نعتبر المحاضرة إن شاء الله تكون الأخيرة من محاضرات الكورس الثاني لهذا العام. اليوم المحاضرة مالتنا هي حنشوفكم إحدى تطبيقات الـ differential equation بالفيزياء. إحنا المرحلة الأولى أخذت بعض المفاهيم الفيزيائية، وهاي المفاهيم الفيزيائية ربما شفت الحل العام مالتها بطريقة أنه تعطى لكم الحل النهائي، بس ما تعرف أنت تحلها بإيدك. ليش؟ لأن أنت ما ماخذ differential equation. بس بعد ما خلص هذا الكورس إن شاء الله بخير والسلامة، أنت هسه قمت تتميز بين differential equation والفرق بين الأوردر والدجري، وتعرف شلون تنحل الفيرست أوردر first degree او first order higher degree او second order. فانت قمت تعرف تفرق بيناتهم، والsecond order قمت تعرف تفرق بيناتهم اذا يكون الكوفيشنتس كونستانت او يعني variables متغير. فكل هذا انت قمت تفرق بيناتهم، يعني قمت تكتشف المخفي على قولتهم. فأنت هسه أسوي لك مراجعة شوية بسيطة للي أنت أخذته من مفاهيم فيزيائية بالمرحلة الأولى، وحشوفك شلون أكو كانت حلول ما تعطى لك. طبعا للمعلومات أنت حتصعد إن شاء الله مرحلة ثالثة ومرحلة رابعة، هم نفس الشيء بالفيزياء، حيقولوا لك هاي تبدي المعادلة كذا كذا، وعلى غفلة يقولوا لك الحل النهائي هو هذا، ما ينطوك التفاصيل الرياضية للحل. بس انت بعد ما خلصت هذا الكورس ان شاء الله بخير وسلامه حتكون عندك مقدره عاليه في معرفه الحل الحقيقي لهذه الدواء. هنا يقول لك المعادلات التفاضليه يعني لها تطبيقات عديده بالفيزياء. هنا بهاي المحاضره راح ناخذ اثنين، حناخذ الفايبريتنج سبرينج والسمبل بندوم. Vibrating spring، spring اعتيادي، هذا ما أخذيه بمرحلة الأولى، وقانون هوك، هذا قانون هوك، فأنتم أخذين Vibrating spring اللي هو spring، اهتزاز spring. يعني حنفرض هنا يقول we consider the motion of an object with mass m، يعني نفرض أن أكو كتلة، هاي كتلة اللي هي هاي m، هذا تشوفونها أمام حضراتكم. طبعا هاي نفسها هي نفس الشيء، لكنه هذا بال خلينا نقول عليه vertical، هذا horizontal افقي، هذا عمودي. عندنا كتله ام معلقه بنابض حلزوني على قولتهم سبرينج، اما يكون على يكون vertical عمودي او horizontal على السيرفس، هذا vertical هذا horizontal. هنا النابض حلزوني كتله تتعلق فحتصير يعني سبرينج vibration اهتزاز، يعني يصعد وينزل هذا السبرينج، حيقوم يصعد وينزل هذا السبرينج. هنا عندنا احنا بالفيزياء قانون اسمه قانون هوك. خلينا نشوف هنا عندنا قانون يقول لك هوكس لو، قانون هوكس. قانون هوكس يعني شغلته حلوه وبسيطه جدا. قانون هوكس، هوكس لو، قانون هوكس، هذا شو يقول؟ يقول إذا السبرينج ستريتش يعني يتمدد أو كومبريز اللي هو يتقلص. خوش، إذا كان السبرينج يعني يتمدد ويتقلص، الإكس يونت يعني خلينا نقول مسافة إكس وحدة from the natural length من الطول الطبيعي then the exert force that proportional to X، يعني restoring force القوة المعيدة أو القوة المعادية ما أدري شو يسموها تساوي ثابت تناسب ويا الإكس، يعني قوة الإعادة اللي ترجع السبرينج بحيث يصعد وينزل. خلينا نقول إذا ناخذ الفيرتيكال العمودي، إذا يصعد وينزل أكو قوة ترجع السبرينج، أكو قوة الوزن وأكو قوة ترجع السبرينج. هاي القوة اللي ترجع السبرينج تتناسب ويا من؟ تتناسب ويا المسافه اكس بثابت، هذا الثابت سميناه ثابت كي، هذا الثابت هو بوزيتيف كونستانت، هذا الثابت هو موجب الكي يسمى سبرينج كونستانت، ثابت الحلزون
السبرينج ثابت السبرينج، او احنا مرات نسميه هوكس كونستانت ثابت هوك. وش حكي؟ فاذا احنا القوه المعيده هنا بالفيزياء تساوي سالب كي اكس. واحد هسه يقول لي زين هذا السالب شنو دكتور؟ هذا السالب معناه انه اتجاه القوه حيكون بالعكس، هذا سالب سالب فيزيائي ولا شقيمه. هنا يقول لك if we ignore any external resistance force، إذا إحنا هملنا أي قوة مؤثرة أو مقاومة اللي هي مثلاً الهواء والاحتكاك، إذا هملنا قوة الهواء والاحتكاك هاي في الحالة البسيطة بالدراسة البسيطة، نقدر نستخدم نيوتنز لو، سكند نيوتن سكند لو، قانون نيوتن الثاني اللي هو القوة تساوي الفورس equals تساوي الكتلة مضروبة تايمز مضروب، هذا تايمز مضروب بالاكسلريشن بالتعجيل، الكتلة مضروبة الكتلة مضروبة بالتعجيل. فإذا احنا هملنا، شوف هنا الفرضية، إذا هملنا مقاومة الهواء والرفراكشن فراكشن العفو فراكشن، إذا هملنا مقاومة الهواء والفراكشن يعني الاحتكاك ومقاومة الهواء، واستخدمنا قانون نيوتن الثاني اللي هو يساوي الكتلة مضروب بالأكسلريشن، حنحصل على هاي المعادلة اللي هي هنا القوة، احنا قلنا عليها ريزيستنت فورس اللي هاي القوة ايش حتساوي؟ حتساوي قانون نيوتن اللي هو أب المشتقة الثانية الأكس، مثل ما تعرفون حضراتكم المشتقة الثانية الأكس هو التعجيل، المشتقة الثانية الأكس للزمن هو التعجيل، فالكتلة في التعجيل تساوي ماينس كي أكس. هنا أنت تقدر شو تسوي؟ تحول هذا الطرف كله تحوله إلى الجهة اليسار، فحتطلع لك هاي المعادلة اللي هي معادلة النابض الحلزوني اللي انتم ماخذيها بصف ثاني. هاي المعادلة معادلة النابض الحلزوني اللي تشوفوها أمام حضراتكم، خلينا نغير لونها شوية على مود تصير شيء جديد. هاي المعادلة اللي أمام حضراتكم اللي تشوفوها، هاي هسه تعال أوصف لي إياها بالديفرنشيال إيكويشن. هاي معادلة تفاضلية، هاي معادلة تفاضلية اعتيادية لأن دي مو بارشيال، اعتيادية من يا رتبة سكند أوردر رتبة ثانية، تشوفون حضراتكم عن الرتبة الثانية سكند أوردر، وبيها ثوابت اللي هو الام والكي، يعني لينير ديفرنشيال إيكويشن سكند أوردر with constant coefficients. فهاي شلون تنحل؟ هاي تنحل بكل سهوله نعرفها، اللي هي نطلع الكومبلمنتري فانكشن والبارتيكولار انتجرال. بما انه صفحه اليمين هي صفر فاحنا هو يعني خلصنا من عند هاي السالفه، انه اليمنى ما نطلع البارتيكولار انتجرال، نطلع بس الكومبلمنتري فانكشن، يعني ناخذ اليمنى. فهنا يقول this is a second order linear differential equation. من عرفتها انه هي second order linear differential equation حتحلها حل بسيط، حتفرض هذا كله حيصير دي سكوير، فحيصير ام دي سكوير زائد كي للاكس، الاكس طبعا 100% ما حيساوي صفر، هذا حيساوي صفر. اوكي خلينا نصعد الحل. هسه تشوفون اوضح، بما انه هذا مستحيل الاكس يساوي صفر، احنا مثلا نعرف هذا، فحيساوي هذا حيساوي صفر، من يساوي صفر اطلع قيمه الدي سكوير، يعني الدي سكوير حتطلع الدي سكوير شو تساوي؟ تساوي ماينس كي على ام، من طلعتها من هاي دي سكوير صارت ماينس كي على ام، والماينس عباره عن شنو الماينس؟ احنا عندنا الماينس هو عبارة عن I سكوير، فصارت I سكوير K على M، هاي شنو؟ هاي D سكوير. زين الD الوحدة شو تساوي؟ الD الوحدة هتساوي
I plus minus I K تحت الجذر على M. هتصير plus minus هاي D الوحدة، يعني خلينا نقول عليها D. هاي الروج، وإحنا قلنا عليها روج يعني جذرين، فهي D عبارة خلينا نقول ال D الوحدة هتساوي plus minus I K تحت الجذر K على أساس هاي W. شنو الأوميجا؟ شنو الأوميجا؟ الأوميجا هي عبارة عن هاي، هي تحت الجذر K على M. فاحنا طلع هنا دي الجذر، اش طلع الجذرين؟ عندي جذرين للمعادله، والجذرين هو عباره عن عدد عقدي. فاذا طلع عندي بالسكند اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن، اذا طلع عندي الجذرين يعني الدي 1 والدي 2، اذا طلع الجذرين عدد عقدي، ايش حيكون الحال؟ حيكون الحال 100% هو عباره عن كوساين بساين. الحل للمعادلة هيقول is the general solution، ما انه جذرين، هيطلع general solution ماتك هو عبارة عن A cosine omega t زائد B sine omega t. هذا الحل العام للمعادلة اللي شفتوها فوق، اللي هي معادلة هوك. واحد هيقول لي هاي الأوميجا، هي هاي الأوميجا، ايه هي هاي الأوميجا اللي هي نفسها، هاي نفسها اللي هي هاي تحت الجذر K على M. الكي ثابت والام ثابت، فهي كلها ثوابت. فهيصير اكس فانكشن للتي يساوي اي كوساين اوميجا تي بي ساين اوميجا. هذا المعادله تشوفوها قبل كانت تعطى لكم وانت ما تعرف منين طلعت. يجي الاستاذ يجي يحل الكيان هنا يقول لك اذا السوليوشن هذا الحل. زين ليش هذا السوليوشن هذا الحل؟ انت قبل شيء ما تعرف هذا، تعرف لان انت الديفرنشال ايكويشن واخذت السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن وهي لينير، وطلع الجذور مالتها جذرين، وجذرين عدد عقدي، فلازم افرض شنو؟ افرض الحال كوساين بساين. اوكي، هذا اللي يسموه this type of the motion is the called simple harmonic motion، الحركه التوافقيه البسيطه، السمبل هارمونيك موشن اللي يطلع بيه كوساين بساين. وبعدين هسه تجي عندك تفاصيل اخرى اللي احنا نقدر نكتبها. الاكس هي اكس للصفر في حاله الصفر، انه حاله الموضع الثابت، وهنا حيصير كوساين اوميجا تي زائد دلتا. هاي الدلتا الفرق. هسه واحد يقول لي زين هاي كانت هنا ساين بكوساين، اي مو هاي كوساين اوميجا تي اللي هي هاي، هتصير كوساين الدلتا، الدلتا الفرق مالته حيطلع هو الساين، الفرق اللي حيصير بيناتهم. وهذا الحل يعني هنا خلينا نقول بصوره يعني اكثر شموليه. وحتجي هنا قيمه الاكس، حيشوفك الاكس للصفر هو عباره عن اي تربيع واي تربيع، هذا يسمونه النورماليزيشن، اللي هو هنا الامبليتيود اللي هو السعه، اللي هو السعة منين طلعها؟ طلعها منا النورماليزيشن، ياخذ تربيع كلهن للبارامترات اللي موجوده هنا وهنا، ويطلع الامبليتيود هنا، الفريكوينسي اللي هو الاوميجا اللي هذا هنا موجود عندنا، والدلتا هو عباره عن الفيز انجل اللي هو فرق الطور اللي هو يطلع فيز انجل اللي اي على اكس تي، والبي على اذا كان بالسالب. اوكي، احنا اللي يهمنا هنا خلينا نقول نركز انه هنا احنا عندنا طلعنا هذا الحل العام للداله عن طريق اخذنا الجذرين اللي هن الجذرين بمعادله هوكس ويا نيوتن لوز. هذا هيك اللي هو السبرينج. احنا حناخذ السمبل بندول اللي هو البندول البسيط. البندول البسيط يقول a simple بندول consist of، يتكون من البندول شيء يتكون منه، consist of يتكون من mass كتلة طوبة خلينا نقول having from the string of the length and fixed at the pivot point O. يعني اكو فد شيء خلينا نقول مثبت بالحائط، هاي نقطة O، فد نقطة هاي نقطة O ثابتة بالحائط، وعندك كتلة، هاي كتلة جوا هسه اشوفكم اياها، خلينا ننزل شوية جوا، خلي يطلع عندي الرسم جيد
أنا إيش عندي، عندي فد نقطة مثبتة بحائط فد أورجينال يعني بايفوت بوينت يسموها مثبتة، وعندك كتلة، هاي الكتلة M، هاي الكتلة M ومربوطة بلينس، هذا فد شيء خلي يكون يعني خلينا نقول عليه مثلا خيط، طول هذا اللينس هو L، هذا كله من هنا هذا L، وخلينا نقول هنا النقطة هاي الانيشال بوينت اللي هو يعني منطقة الاستقرار البوزيشن الابتدائي initial point of the pop. اوكي هذا initial point هاي الـ A. يقول لك وين display to initial angle and release، يعني انت جيت تسحب سحبة بسيطة، طبعا هاي السحبة بسيطة بس هنا قدامك كثير، هاي السحبة لا تتعدى 4 درجات، 4 درجات 5 يرهم يعني المعادلة تصير صحيحة، فوق الخمس درجات المعادلة تكون غير صحيحة. أوكي أنت إذا سحبتها سحبة بسيطة زاوية صغيرة، هاي الزاوية سميناها ثيتا، 4 درجات 5 بالزايد، تهدها من حتهدها حترجع تتعاود حسب قانون هوك، ترجع القوة المعيدة إلها، فحيصير عندك سوينج، سوينج باج يعني يقوم خلينا نقول عليه يزحلق يتمرجح and for the periodic motion، وحيسوي لي حركة دورية، حركة periodic، حركة دورية وليس دائرية، حركة دورية. شنو الحركة الدورية اللي هي ترجع تعيد نفسها في كل مكان بمقاومة الهواء؟ طبعا هو لو ماكو مقاومة هواء كان ظل يعني يروح ويرجع بنفس المكان، بما انه اكو مقاومة هواء فحيستقر في نقطة معينة. اوكي هذا هاي خلينا نقول الفيزياء هنا. فالفيزياء هنا شنو ايش عنده؟ خلينا نسولف هنا عمال نروح بعيد، عندك هاي الكتلة M، هاي الكتلة M، فالكتلة ايش حتصير؟ الوزن، وزن الكتلة وين اتجاهها حيصير؟ بهذا الاتجاه. الوزن هو شنو؟ M G، هذا الوزن. زين الشد وين يصير؟ الشد يصير باتجاه الخيط، هذا الشد، هذا الشد تنشن وين يصير؟ باتجاه الخيط. زين يا اخي زين هذا التنشن شنو يقابله؟ لازم غير يقابله بهذا الاتجاه فد شيء، هذا يقابله بهذا الاتجاه. شنو اللي حيقابله بهذا الاتجاه؟ حيقابله حتحلل هاي الام جي الويت، حتحلل هنا حسب الزاويه مالته، فحتكون هذا الاتجاه هو الام جي كوساين ثيتا، وهذا الاتجاه حيكون الام جي ساين ثيتا. اوكي بعد ما تحلل الام جي الى مركبتين، فبالتنشنز هذا حيكون هذا التي يقابل شنو؟ ام جي كوساين ثيتا، وبالمعاوده والحركه حيكون عندك هذا الام جي ساين ثيتا حيقابل هنا حركه عكسه اللي هي قانون نيوتن الثاني. اوكي ايش حتصير عندي هنا بالرياضيات؟ يقول لك the force acting on the pop are، اكو اثنين اللي هاي الثاني حكيتين اللي هي قوتين تاثر اللي هي الويت، الوزن اللي هي ام جي تاثر عموديا باتجاه الاسفل اللي اشرت عليها اني، واكو قوه ثانيه اللي هي التنشن اللي تاثر على السترنج، فايش حيصير عندي؟ ام جي كوساين ثيتا يساوي تي، واحنا عندنا هاي الصفحة يعني خلينا نقول هذا الفوق، الفوق والجوة، هاي المعادلة، هاي المعادلة مالتهم. زين اليمنى واليسرى شلون؟ اليمنى restoring force حيساوي ام جي هاي نيوتن الثاني، اخذ وين؟ السالب مال الاتجاه، هذا هيش مو اتجاه المركبة ام الام جي ساين ثيتا، الاخرى حتصير ال restoring force اللي هو مال نيوتن، هذا الثاني. اوكي احنا ايش حيهمنا؟ حيهمنا هذا الثاني، هذا الثاني، هاي الثاني، حتاخذ هذا الطرف تودي لهذا الطرف يعني، او مت او العفو بالبدايه قبل ما تسوي هذا تودي لهذا الطرف، حتختصر نلغي كل شيء، حتختصر هاي الام ويا هاي الام، ايش يبقى عندك؟ يبقى عندك هذا اللي تشوفونه انا حاضراته، هاي هذا الطرف اودي على مود اجمعه اجيبه هنا، وعلى مود ابدي اجمع، او قبل خلينا نقول هنا بالملزمه قبل شو مسوي؟
قبل ان نسوي فقره، هاي الفقره يعني جدا مهمه بالسمبل بندون، بالسمبل بندون. هاي الفقره اذا ما تصير رياضيات ما تنحل بهاي الطريقه، اللي هي شنو هي؟ اللي هي انه احنا فرضنا انه الزاويه اللي اخذناها، احنا ايش فرضناها؟ اذا فرضنا الزاويه از سمول، يعني جدا صغيره، طبعا سمول ما تتعدى 4 دقري، مو سمول يعني. وهاي الاخطاء اللي يواجهوها الطلاب بالمرحله الاولى، يسوي مال بندول وياخذها يسحبها 10 15 دقري، لذلك بنستخدم 15 دقري. هاي القوانين كلها ما تطبق صحيح، ما يطلع نتائج صحيحه. فانت عندما يكون هذا يسموه ابروكسيميشن يعني تقريب، من يكون عندك الزاويه جدا صغيره بالرياضيات تطلع عندك هاي صحيحه، اللي هي شنو هي؟ ساين ثيتا يساوي ثيتا، ابروتش تو ثيتا، ساين ثيتا ابروتش تو ثيتا، ساين ثيتا ابروتش تو ثيتا، يعني ساين ثيتا تقترب من الثيتا، يعني تصير قيمتهم نفس الشيء. وتقدر هسه انت تاخذ بالراديان، تاخذ مثلا خلينا نقول 4 دقري وتشوفها دقه بالحاسبه تطلع القيم مالتهم متقاربه 4 وجوه، اوكي؟ يعني 1 2 3 4 خلينا. فانت في هذه الحاله من تفرض، حتفرض انه ماخذ زاويه صغيره حيصير الساين ثيتا يساوي ثيتا، فهنا الساين ثيتا شو تعوض عنها؟ عوض عنها بثيتا، اوكي؟ تعوض عنها بثيتا. هاي نقطه كلش مهمه، ساين ثيتا يساوي ثيتا. فهنا الثيتا هنا ايش حصير؟ الثيتا حتعوض عنها التعويض الصحيح مالته اللي هو اكس على L، X على L اللي هو تاخذه من الرسم. فتسوي تحويرات بسيطة، يعني تجيب خلينا نقول جيب هذا جوا وتصعد هذا فوق وهذا تحوله لهذا الطرف، فهتطلع لك المعادلة الأصلية هي هاي. هاي المعادلة الأصلية أمامكم. هاي المعادلة الأخيرة هي معادلة differential equation second order with the constant coefficients، هذا ثوابت تعجيل الارضي وطول الخيط ثابت، اوكي؟ فهذا شلون تنحل؟ تنحل بالطريقه الاعتياديه، فحتاخذ دي سكوير هنا حصير زائد جي على ال يساوي صفر، هذا مستحيل يساوي صفر، ريال يساوي صفر، هذا يساوي صفر. اذا هذا يساوي صفر، العفو، اذا هذا يساوي صفر ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي إذا هذا ساوى صفر، هذا ساوى صفر عندي، فيطلع الدي سكوير يساوي ماينس جي على ال، والماينس احنا نعرفه شنو؟ هو عبارة عن اي سكوير، فالدي فهذا دي سكوير، زين الدي اللي بحدها، الدي اللي بحدها خلينا نقول حتطلع اللي هي روتس الجذور، حتطلى بلس ماينس جي بلس ماينس اي تحت جذر جي على ال. فهنا صار عندي جذرين، عندي جذرين باوع جذرين، وش بيهم الجذرين؟ عقديين. الحل العام مش حيصير لازم؟ حيصير لازم يصير بي كوساين بساين، وهم بي اي وهم بي بي، والحد فرضه اللي هذا القيمه اللي طلعت هنا ايش قد طلعت؟ احنا كانت تطلع لنا ارقام مثلا 2 3 4، هسه بدال 2 3 4 تجي تحطها هنا بهاي الطريقه. وهذا هو الحل العام لمعادله البندول البسيط. هذا الحل ناتج من استخدامك للديفرنشال ايكويشن. ان شاء الله تعالى انتم حتشوفون بالمحاضرات بالمرحله الثالثه والرابعه، ان شاء الله تعالى حتكون عندكم بالميكانيك الاعتيادي وبالكوانتم ميكانيك والميكانيك الكمي، حتشوفون هواية دوال تحل عن طريق تشوف الساين وكوساين، ويعطيك الأستاذ الحل لكن ما يعطيك الأصل مالته منين. ليش؟ يعني أنت ماخذ بصف الثاني الديفرينشال إيكويشن. وبهذا الموضوع إن شاء الله تعالى نكون إحنا أكملنا محاضرات الديفرنشال ايكويشن هذا العام، واتمنى لكم التوفيق. واذا عندكم سؤال او استفسار انا فاتح المايكات لكم هسه.